ارتباط فلسطيني بلغنا عن وجود إصابة مع الجيش الإسرائيلي عند حاجز برطعة. توجهنا إحنا إسعاف هيئة كهرباء يعبد لحاجز برطعة. لقينا إصابة من القدم من الجيش إسعاف إسرائيلي. وجبناه على ابن سينا بس مش بتلك الإسعافات القوية اللي لازم يصح من الأمبرانس الإسرائيلي. فسلمونا إياه في حالة متوسطة بس في نازف كتير. هذا زي ما أنتم شايفين هذا بقايا الدم اللي هم الارتباط الفلسطيني مبلغنا واحنا جبناه على ابن سينا. وضعه بطمن الحمد لله ومضروب على الفتحة ضربينه بالجروح.